بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج الاشبال. ان شاء الله النهارده عندنا حلقه مميزه، هيكون معايا النهارده في ضيافه برنامج الاشبال كابتن تامر حفني، كابتن اسامه زكي، وكابتن زكريا حسين جهاز الفني لفريق 2007، وايضا جايبين معاهم كاس البطوله اللي توجوا بيها في بطوله الصيد بعد الفوز على نادي الزمالك في المباراه الختاميه 1-0. وايضا النهارده عندنا تغطيه خاصه لفريق 2004 اللي فاز ايضا على نادي الزمالك في بطوله الجمهوريه برباعيه. ما شاء الله نتيجه واداء كابتن ياسر ريان المدير الفني اللي عامل ما شاء الله اداء رائع مع فريق 2004، وايضا يتصدر هذا الفريق جدول المسابقه. فال حسن فريق 2007، فريق 2004، ومن قبلهم فريق 2009 و2008 اللي بيفوزوا خلال الفتره الاخيره على نادي الزمالك، واحنا داخلين كمان على السوبر المصري. ان شاء الله يكون ده كله فال حسن على فريقنا الاول، وان شاء الله نتوج ايضا بالسوبر المصري. قبل ما نبتدي حلقتنا النهارده كنت عايز اتكلم في نقاط مهمه. اول نقطه، جمهور النادي الاهلي او سر انتصارات النادي الاهلي او سر بطولات النادي الاهلي على مدار التاريخ هو دايما بيكون جمهور النادي الاهلي. أنا بدأت مشاركاتي مع الفريق الأول من سنة 99، حوالي ما يقرب من 10 سنين أو 11 سنة مع الفريق الأول، أحرزت فيهم ما يقرب من حوالي 22 بطولة. ما شاء الله في الفترة دي ما كناش بنعد من يعني من عدد البطولات، الحمد لله اللي أنا كنت يعني في هذا الجيل أنجزناها. ما شاء الله كان عندنا جيل مميز، كان عندنا جهاز فني محترم، كان عندنا مجلس إدارة دايما بيساند. ولكن قبل ده كله عايزين نتكلم عن جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي اللي هو سبب رئيسي في كل انتصارات النادي الاهلي على مدار تاريخه. ويا ريت يعني مخرجنا النهارده يعرض لنا كمان لقطات من مباراه اهلي وزمالك، خاصه مباراه 2007، علشان نشوف يعني جمهور النادي الاهلي. لما بنشوف استاد القاهره ما شاء الله كامل العدد، كامل العدد، ان فعلا يعني دي مباراه الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر الحمد لله اللي توجنا فيها. زي ما احنا شايفين، انا يا ريت تجيب لي لقطات الجمهور، عايز اشوف شكل المدرج، شكل استاد القاهره، شكل استاد القاهره وهو مليء ب 70 80 الف من جمهور الاهلي والزمالك. شايفين اللقطات وشايفين الجمهور، هو ده بقى الجمهور اللي احنا عايزين نتكلم عنه، جمهور النادي الاهلي على مدار تاريخه. حلو قوي ان استاد القاهره يكون في حفل غنائي، بالعكس احنا بنشجع الكلام ده كله، بنشجع مش استاد القاهره بس، كل استادات مصر، كل محافظات مصر، استاد الشرقيه واستاد المنصوره واستاد طنطا واستاد المنيا وسوهاج واسيوط وكمان اسوان يكون فيها حفل غنائي، ده شيء جيد. ولكن عايزين نرجع للسبب الرئيسي او اللي علشان انشا كل الاستادات الموجوده في مصر وخاصه استاد القاهره. يعني الحمد لله في انباء او اخبار سعيده ان شاء الله من المحتمل انتقال مباراه الاهلي وصن داونز على ملعب استاد القاهره، شيء جيد، وب 30 الف من جمهور الاهلي. ولكن انا طماع، بطمع، نفسي اشوف استاد القاهره مقفول ب 70 و 80 الف مشاهد. يعني عايزين نشوف لقطه كمان في 2005، جمهور الاهلي في نهائي البطوله الافريقيه دوري ابطال افريقيا واحنا بنلعب امام النجم الساحلي. نفسي نشوف اللقطات دي، دي رسالة، رسالة للناس خارج مصر. دي كان لقاء الأهلي وبترو سبورت، الأهلي وبطل جنوب أفريقيا في بطولة دوري أبطال أفريقيا. شايفين العظمة، شايفين الحلاوة، شايفين استاد القاهرة بجمهور النادي الأهلي. ولما بنتكلم عن النادي الأهلي بنتكلم عن كل الأندية الجماهيرية، بنتكلم عن منتخب مصر. ما شاء الله دلوقتي عندنا شرطة وجيش بيقدروا يأمنوا. أقرب مثال لما شفنا كأس الأمم الأفريقية للكبار وأيضا المنتخب الأولمبي تحت 23 سنة، تنظيم رائع، حضور كامل العدد في كل الملاعب. يبقى احنا إذن قادرين إن احنا نوصل رسالة مهمة لكل العالم إن ملاعب مصر ممكن تمتلئ وممكن نأمن. عندنا أقرب مثال أيضا مباراة الأهلي والنجم الساحلي اللي فاز فيها النادي الأهلي 1-0 على النجم الساحلي في ملعب استاد السلام، شفنا جمهور النادي الأهلي ضرب أفضل الأمثلة، دخل من أول دقيقة لآخر دقيقة بيشجع فريقه، بيشجع
لعيبه النادي الاهلي في الدخول في الخروج في التنظيم، يبقى اذا احنا قادرين. زي بقول لحضراتكم انا طماع شويه، نفسي اشوف مباراه الاهلي وصن داونز القادمه في استاد القاهره، مش 30,000 بس، لا نفسي اشوف يكون الملعب كامل العدد. ايضا دي مباراه الاهلي والنجم الساحلي في ملعب الكليه الحربيه، ايضا يعني احتضن بطولات النادي الاهلي ملعب الكليه الحربيه، وكان لينا انتصارات وجولات في ملعب الكليه الحربيه. شايفين المنظر وشايفين الجمهور، ملعب كمان مفيش كرسي فاضي، ملعب كامل العدد. افتكروا معايا الكلمه دي، نفسي اشوف ملعب كامل العدد. لما بنتكلم عن شرطتنا وعن جيشنا، لا ده امنوا بطولات اكبر كمان من مباريات. زي ما قلنا لحضرتك كاس الامم الافريقيه في مصر للكبار، رغم الاخفاق نجحت البطوله بالتنظيم الرائع.